نرجع من طرابلس العيد لحتى نحول طرابلس الوجع لطرابلس العيد والأمل والرجاء. رح بنتقل لعند ألان درغام يلي صار موجود بشاليات حالتهم سيئة جدا. ألان عم تسمعني؟ نعم، نحن موجودين يعني تحديدا براس الصخر رانيا. يعني بالطبيعي يعني يكونوا الشاليات لاشياء ترفيهيه، وانما تحولوا الى منازل المحرومين يلي ما عندهم اي مكان يروحوا له. ونحن عم نتحدى التاس اليوم والعاصفه لولو لنفرجي كيف بعض الناس بيعيشوا بهذه الاوضاع السيئه جدا. نحن رح نتوجه ايضا مع فريق الام تي في يلي كمان عم بيعمل مجهود كثير كبير في هذه الاحوال الجويه السيئه جدا. مثل عم تشوفوا في ناس عايشين على هذا الشاطئ والمياه البحر والامواج اللي هيجي اليوم عم تفوت مباشره على البيوت. رح نحاول ندخل الى اول او احدى المنازل الموجوده. بدي اذكركم هون كان عايش جمال الاسمر، هيدي الحاله يلي بكت الاف اللبنانيين يلي كان قاعد بمطرح شبه مقبره او سميناها مقبره حيه انذاك. ونحن رجعنا لهون لنفرجيكم انه العالم عايشين باوضاع صعبه. انت وين بيتك؟ كيف فيك تعيش هون عفايا؟ هلا ما في حدا قادر يعيش هون، كلياتنا هون اللبنانيين كلياتهم تعبانين، يعني حتى يعني العفش كله صار برا، بقى في شيء جوا. وين فينا نفوت اول بيت نجح؟ الكابل ما بيصال، كاب نص فينا نوصل، لكن خلينا نصور بس نجاح كيفكم تعيشوا هون والبحر فايت جوا على البيت؟ عالم مريضة، عالم مفلوجة، عالم قاعدة ببيوتها معجزة. الدولة ما بتخلينا نعمل غرض، كل ما تجينا بتروحنا مضبوطة. فقر مو طبيعي، الشاليات هلا هربنا، الناس حاطينها فاق وناس حاطينها وناس عندهم ناس عندهم بيوت بعتنون عند أهليهم. بعتنا العالم عند أهليهم، عالم حصلت ببيوتها الساعة 3 بالليل لميناهم. هلا ما في شاليه، كله فات المي، بتحب أرجيك شاليه شاليه بس. شوف إذا الإمكانيات التقنية فينا نوصل، لا قد فينا نوصل فينا؟ خلينا نشوف اذا فينا نوصل على احد البيوت لنصور فعلا هذه المشاهد. بس خليني افهم شغله منكم، اذا اليوم نحن عندنا خط للتبرعات وفي ناس حابين يساعدوا، ونحن شفنا قبل وشاهدنا كيف الاوضاع الصعبه موجوده هون، يعني شو ممكن يمكن تروحوا على اماكن اخرى يساعدوكم بيوت؟ انتم ما عندكم، ما عم تشتغلوا، في بطاله عاليه، ما في اشغال، شو ممكن نعمل؟ بدنا اذا بيرمموا لنا الشاط نكون ممنونين هون. دموكم الشاط، كيف فيكم تعيشوا اصلا هون؟ نحن ما عندنا بيوت. اي باب بدك تطلع على البلد 300 دولار من نمنا نجيب. هلا مثل انا وحده ارمله، ما عندي رجال، عندي بنات معطوشه اجري، تعبانه على فكره، بدي مستشفى. ثلاث ايام هربت من الحكومه الاسلامي، حجزوني الملا، حجزتني، كل ما بفوت على المستشفى بهرب منها. ليش تهرب منها؟ ما معي مصاري ادفع. طب بتمنى من المستشفيات اللي عم بيسمعونا حاليا، انا بعرف عم تعملوا كمان حالات انسانيه وعم بتدخلوا كثير من المرضى على حسابكم، خلي تكون حالتها نتبناها اذا فينا من احد المستشفيات، يمكن الهيكل اللي كمان عم نشوف اذا ممكن كمان تساعد في هذا الامر. خلينا نشوف اذا فينا نفوت على احد البيوت. كيف يعني بالفعل يعني مثل عم تشوفوا المياه ساعه بتيجي موجه بتغطي كل البيوت وساعه بيهدى البحر. اليوم مع هذه العاصفه لولو يعني عم نتجه نحن شط بحر رمل، يعني هذا هو المدخل البيت اللي عم نفوت او احد المنازل. وين ما فينا بقى نزل. رح نفوت على هيدا البيت. مين في عليه؟ مسكر. اي بيت؟ طلعوا لفوق. شو بقى فينا نمشي؟ ما بقى فينا نمشي، بس عم نشوف انا المي فاتح على كل البيوت، شبه يعني شبه بيوت، ما فينا نسميها بيوت ولا شاليات. يعني صارت كلها رطبة والمياه فاتت على هذه البيوت. كم شخص عايش هون؟ كم شخص لبناني من طرابلس عايش هون؟ صرنا كلنا مي، صرنا كلنا مي. نعم ألا ما فيك كمل، ما فيك كمل يعني. ألا وصلت الصرخة، ألا وصلت الصرخة والصورة. ونحن أكيد بنناشد مش بس الناس إنه يتبرعوا، فين صرنا كلنا مي. نعم ألا انتبع حالك لأنه عنا نهار طويل اليوم أنا وياك، أكيد بدنا نتابع بس معك. بس لقينا في 40 شخص رانيا، خلينا نخلص هالرسالة هلا. نعم. هلا بنظبط حالنا. تفضل. لكن في 40 شخص عايش هون، مياه البحر فاتت لجوا، يعني كل البيوت صارت مياه ورطبه، وهي ما بيوت يعني ما عندها ابسط الامور يلي ممكن يكون عندها منزل فيها، لا مطبخ ولا شيء يعني يسكر. لذلك في 40 شخص من الطرابلسيين او من مناطق اخرى من اللبنانيين عايشين هون لانه ما عندهم مكان اخر يروحوا عليه.
إذا هذا العيد حيب حدا يلاقي طريقة يتبرع شقة ينعش عايش فيها ثلاث أشخاص أربع أشخاص، هيدا ممكن حدا يتصل على هذا الرقم ويقدم مساعداته. إذا سنكون معكم بحالات أخرى. شكرا شكرا لك على وسط الصورة المأساوية صراحة. مناشد أكيد للتبرعات على 03-112-38 وأيضا مناشد المسؤولين، يعني الشيء مش مقبول يلي عم بيكون موجود بطرابلس. رح منتابع بهالنهار، رح منشوف حالات بعد أسوأ وأسوأ. معي أستاذ عبد الناصر قدور، أهلا وسهلا فيك. بدك تخبرني عن حالة قرايبك جيرانك مثل أخواتك، شيء أكثر من مأساوي، تفضل. نحن في عنا حالة بالضنية. نعم. مبنى متألف من ثلاث طوابق، ثلاث طوابق، الطابق الأول في إعاقتين بقلبه، الأب وابنه، وفي كمان شخصين ضمن البيت عندهم إعاقة بلشت تبين فيهم مثل شيء من المرض. والأخ اللي فوقه عنده إعاقة بجسمه بمشيته، وعنده طفلين كمان في عندهم إعاقة. والاخ الثالث كمان عنده اعاقه باجره. بنرجع بنروح لاخته المتزوجه بمحل ثاني، عندها اعاقه ثلاث شباب صاروا، صار الواحد عمره بالعشرينات يعني 25 سنه، وثلاثه لا بيحكوا ولا بيمشوا ومحطوطين بالبيت. يعني وهالاعاقات عم تتطور كانه. واكيد عم تتطور لانه وضع المادي معهم ما بيسمح لهم انه يروحوا ويجوا ويحكموا، ويمكن بتعرفوا انتم انه السلطات والدوله منها مهتمه بهالامور هيدي، مهتمه به. قدموا على الشؤون الاجتماعيه على وزاره يمكن الشؤون الصحه الاجتماعية يعني. اكيد مقدمين، مره بيعطون 10 ما بيعطون، مره في مره ما في، حكوا مع البلديه كمان نفس الشيء، يعني حاله ماساويه. انا بتمنى هيدي الحاله اذا بتتصور وبتنشاف العالم بتعرف شو صاير بلبنان وشو صاير بطرابلس بالذات. يعني عم نجرب نحن نقدر نوصل لكل البيوت، بس يعني مش عم نقدر حتى نوصل لوين ما كان. وبدنا نشكرك لانه وصلت لنا هالرساله، اكيد رح منتابع كل هالمواضيع وعم تتسجل كلها يعني طبعا. انا بس بنهي بشغله انه هيدي حالات من الاف الحالات موجوده بطرابلس، وبتمنى يتضوا عليها كلها سوا. شكرا. مشكور جدا وشكرا لوجودك معنا، اهلا وسهلا فيك. عمر شفناك مع الاء وشفنا الحالة المأساوية يلي أنت فيها علي، يلي عائلة ما عم تقدر تهتم فيها أيضا، وصحتك ما عم تقدر تهتم فيها. وصلت الصرخة ولكن ما حدا تحرك لهلأ صح؟ صح. خبرنا شوي عن حالتك. أنه أنا موجوع كتير، حالي صعبة، يعني أنا وزوجتي مريضين وولادي. كم ولد عندك؟ عندي اثنين. عم بيروحوا على المدرسة؟ نعم، هلا هن بالمدرسة. بس انه انا عم بتطلع انه هلا اذا هن وصلوا مثلا للصف الخامس، بعدين انا كيف قادر اني انا اكمل لهم؟ كيف قادر اجيب لهم متطلباتهم بالمدرسة؟ وبالحياة؟ انا عندي بالحياة وكل شيء. انا عندي عمليات، مرتي مع ديسك مع فريس. انا كمان نفس الشيء، وركي مخلوقه، ما في شيء بجسمي منيح غير انه ايدي وبحكي وكنت عم حاول. رغم هيك عندي اسكار، عندي تعورات ما بنمقلع على بطني، عندي ميل محاولين مصروني على بطني ما بنمقلع على بطني وبنوجع. اكيد انت اليوم بحاجه لمركز او بحاجه لقديه يعني عمليه، قديه عندك مصروف بين ادويه ومعيشه لاولادك؟ يعني انا اخذوا مني بطاقه الشؤون انه انا غير مستفيد وانا ما فيني اتعالج. كيف غير مستفيد يعني؟ بعدين هي هيك بطاقه الشؤون ما بيعترفوا فيها غير بمستشفى الحكومه طرابلس، اذا بدك تفوتي تعملي عمليه بس، مستشفيات غيرها ما حدا بيقبلها منك لهالسبب. وحاولت اني انا رغم هيك اني انا اشتغل، اني انا اعمل كيوسك بالحي مشان اشتغل، اجت كل الدوله علي ما حدا خليني كمان؟ ايه، رغم انه انا مقوص انه الدوله بعد هلا ما اخذت لي حقي، صار لي 9 سنين. نعم. نزلت محكمه واحده ما نزلت غيرها، ولهلا ما حدا اطلع فيني انه انا بحاجه استشفاء انا وزوجتي. بعد صار لي سنه ما اخذت شيء من الشؤون كاحتياجات خاصه. نعم. علي انا بدي بس هيك اتوجه للمشاهدين المسؤولين للدوله، مقبول هيدا الشيء يصير؟ يعني مقبول اي انسان يعيش بهالظروف المزريه الماساويه من دون ما يعترفوا له باي حقوق
أدنى حقوق الإنسان. 03-112-38 من ناشد الدولة تتحرك شوي، يعني يكون في شوية إحساس بهالعيد، شوية إحساس بهالأشخاص اللي عم تتألم معقول جسمه. تحية لإلك علي اللي عم تقدر كمان وتصر إنه تفتح شغل، يعني لو سمحتوا على القليل اسمحوا له يفتح شغل ويشتغل مع كل ظروفه المأساوية. نحن رح نتابع الموضوع. جورج بدي أطلب منك بس ترد لو سمحت عمر لمكانه، رح نتابع الحلقة. نشكرك كثير انه جيت لعنا وتوجهت لنا، اهلا وسهلا فيك علي. نحن رح نتابع مع ضيوفنا واكيد رح بتكونوا عن جد يعني عم تعطونا هيك فكره عن العمل الكبير، عمل الجهات يعني الاهليه الفرديه قد ايه عم تشتغلوا، عم تشتغلوا محل الدوله يعني. اهلا وسهلا فيك استاذ يحيى الحسن ودن. يلا الطليس رح بلش معك دكتور. يعني حضرتك كثير عم تعمل مبادرات، كثير عم تشتغل لحتى تحسن شوي هيك هالمعيشه بطرابلس، خبرنا. اول شيء بدي اشكركم على هاليوم يمكن الاحسن الايام يعني، وعن المبادره وعلى التفكير بالغير، وهذا شيء بتقدر كثير وبشكركم باسم الكل يمكن. اول شيء خلينا نقول يعني بعد يعني المقاسي اللي عم بتكون، ما بعرف الواحد شو بده يرجع يحكي، وهذا المبادرات عم تكون في كثير يعني، في عالم طيبه وفي عالم عم تقدر تساعد وعالم عم تحاول تساعد العالم وتشيلها من المقاسي اللي هي فيها، بس العنوان الكبير دائما لازم يكون هو انه الدوله وينيه. يعني في جمعيات عم تشتغل، في افراد عم بيشتغلوا، بس هل هذا شيء بيكفي؟ اكيد لا. يعني قد ما الواحد قدر عطى وساعد، وخصوصا بهالوضع يعني من يعني الوضع الاقتصادي اللي هلا واقعين فيه، وطبعا مش بسبب الحراك او الثوره، هذا الوضع كان واضح انه كنا نازلين نحن بمهوار وصرنا بقلب المهوار، والانهيار حاصل. يعني ما بقى في حدا ينكر يقول لك لا ما في انهيار، الانهيار هو حاصل، حاصل من كثير اشهر. في مؤسسات كبيره كانت ما عم تعطي معاشات لموظفينا من كام شهر لورا، ونص معاشات هلا، وقصا لقدام عم بيقولوا يمكن ما في معاشات وهيك. هذا عم نحكي على اللي عم بيلاقي شغل. كمان في نقطه كثير مهمه لازم تضوا عليها، قديش مستوى البطاله خصوصا مناطق الشمال، يمكن طبعا كل لبنان، بس مناطق الشمال عندها مستوى بطاله بفزع يعني فوق 60%. بتصور خصوصا كلهم من الشباب اللي ما عم بيعرفوا لا يقدروا يهربوا يسافروا ولا يقدروا يشتغلوا، طب هول شو بيتوقعوا منهم يعني اخر شيء؟ واخر شيء بيقولوا له لا انتم زعران او انتم شبيحه، طب انه هذا كيف بده يعيش يعني اخر ما هن بلش الموضوع من او المشكل من تسرب المدرسه اساسا تماماً. يعني احنا اشتغلنا كثير على قصه المدارس. يعني في تسرب مدرسي كمان فوق 60%. الارقام يعني شو بتتوقع من هذا الولد؟ بس انتم شو عم تقدروا تعملوا لحالكم؟ نحن هلا يعني هلا نحن في الواحد يعلي الصوت، في يعمل مبادرات فرديه، في يشتغل مع جمعيات، بس اذا الدوله منا حاضنته ما حي يعني ما حيكون تاثيره مثل بالمدى الهدف المطلوب. يعني نحن عم نقول حتى الاقساط المدرسيه بالمدارس الخاصه صار في كثير قسم اتجه على المدارس الرسميه اللي هي كمان منا مجهزه، يعني الدوله لا مجهزه هون ولا مجهزه هون، وتركي الدولة متخلية عن كل مسؤولياتها، إن كان بالتعليم، إن كان بالطبيب، إن كان من الناحية الاجتماعية، إن كان بالحالات الخاصة، إن كان بموضوع النفايات، الصحة. قد عم تساعدوا نسبيا اليوم دكتور؟ هلا أنا بعرف إنه في كثير عالم أهل خير عم بيحاولوا يشتغلوا كثير كثير، بس هل بيكفي يا ترى إنه نحن نقدر نطعمي بس العالم؟ يعني هي المشكلة إنه مثلا هدول والله جايين على مجاعة، ما أنا المشكلة أكيد العالم حتاكل، وأكيد الواحد بيقدر يقسم اللقمة مع غيره ويخفض. أنا حأعطيكي مثل بسيط من قديش هلا في إحصائية صغيرة عن قصة النفايات مثلا، غير إنه هي الـ يعني السلطة عملتنا كارثة فيها صحية وبيئية، بس هلا مثلا نحن تقريبا اخر شهرين من وقت ما بلشت الازمه الاقتصاديه نزل من 500 طن نزل 100 طن معدل النفايات لتحت. هذا بيعني انه ما بس المناطق الفقيره هي متاثره، حتى المطاعم والمناطق المتوسطه والغنيه متاثره لينزل يعني هذا رقم كثير بدل انه العالم صار ما بقى عم تقدر تشتري حاجياتها، حتى يعني لما ينزل 100 طن بشهر حتى الاكل، يعني كل واحد عم بيقدر يتقوقع على حاله. وهذا هلا مثلا العالم بتقول لك المصارف كمان متخلين عن ازمتهم، يعني ما بنعرف مين المسؤول، مين اجى قال نحن والله لازم نعطي 300 دولار للواحد او 200 دولار. هذا اللي معه نحن أصلاً ما حكينا باللي ما معه واللي واصل. هذا أنا رح أقول لك المشروع الوحيد اللي السلطة عملته مثلاً من سنين بطرابلس، وعدونا نحن بالمنو السلوى وعلى أساس وبالشمال مناطق الشمال كلها ومع تعهدات وأمضايات أنه هذا هو مشروع جبل نفايات تاني،
مثلا، هذا الوحيد، ويا ريت عاملينه كمان منيح بالمواصفات نعم. المطلوبه. دكتور، ايضا عم تشتغل مع لجان الاهل، عم تشتغل مع المغتربين لانشاء مدرسه ايضا، بس خليني اخذ شوي حديث من دانيالا طليس. دانيالا يلي عم تكوني مرافقه على هيك كل الوقت، عم بتساعديه يعني اول شيء لحتى يلاقي الاماكن لحالات البيوت اكثر شيء، عم تشتغلي اكثر لترميم البيوت، لتساعدي بترميم البيوت يلي هي من المشاكل الاساسيه. خبرينا شوي شو عم بيصير على الارض. طرابلس نعم، طرابلس عن جد فيها فقر منه طبيعي. قد ما فيني كنت عم جرب ساعد بترميم البيوت، نعم، لانه ما في اداره مختصه بتشوف يعني بتشرف عليهم لحتى تشوف هول البيوت. كنت قد ما فيني عم جرب شوف كيسز معينين، نعم، عالم خطيرة، عالم ما عم تشتغل، عالم بيتها تعتير ما فيني يشيلوا بحالهم، عم جرب شوف هالحالات كيف عم تشتغلي يعني، كيف عم بشتغل، كيف عم تجيبي تبرعات، كيف عم تجيبي اكثر شيء الصراحه السوشيال ميديا عم يساعدني، نعم. وعلى واتساب جروب. وين بيتواصلوا معك دانيالا؟ على ماي دانيالا تليس، على ماي اكونت، وعلى الواتساب جروبس، وفي جروب اوف فرانس بيساعدوني كمان بهذا الموضوع. بس نسبيا يعني عم بتكون النسبه قليله يعني، نسبه قليله. قبل الثوره كنا عم نعمل ايفنتس، بس هلا يعني جروبات سوشيال ميديا هيك قصص. نعم يس. دكتور، عم تتواصلوا مع المغتربين، عم تجربوا تشتغلوا لحد من تسرب المدرسه، كيف عم بيكون العمل وشو هو؟ المغتربين كمان عم بيحاولوا يساعدونا قد ما فيهم. هلا بتعرف يعني بصراحه صارت العالم عم تحمل كاش وتجي تبعث لنا اياه هلا، بس هلا بتصور صار التسرب المدرسي صار للاسف يعني صار مثل كانه شيء لكجري هلا عم نحكي فيه، يعني صار شيء انه سنوي وانه رفاهيه يعني. هلا العالم كلها انا يعني اللي عم نشوفه على الارض، نحن عندنا مثلا قاعدين على الارض 70 يوم يمكن، الانحدار عم بيكون بفزع، واكيد ما الحق عم بقول لك برجع بكرر انا انه اللي عم بيحاول يوجه انه الحق على الحراك وعلى هذا هو كثير غلطان، لانه هذا القصه ماشيه من زمان. اللي عم بيصير انه العالم بدها تقدر تشتري حاجياتها الاساسيه، تقدر تتنقل، عم تمشي مشي، في عالم عم تمشي كذا كيلومتر بالنهار. تلميذ اجوا لعنا، نحن كنا عاملين مدرسه يعني بالساحه، عاملين مثل خيمه اسمها مدرسه المشاغبين. مشاغبين معنى انه يعني مشاغبين على السلطه يعني على الشيء اللي عم بيصير. في عالم عم تنزل مشوار 5 كيلومتر لتروح على مدرستها وترجع تقدر تطلع عليها، لانه ما معها اهلها يعطوها 1000 ليره لحتى بس تتنقل. في عالم حتى اللي معه ضمان ما بقى قادر يدفع فرق الضمان، في عالم معه سرطانات وكونسير ما قادر بقى تدفع فرق الضمان، يعني في عالم بحياتها ما احتاجت لحدا عم تطلب. يعني الوضع اللي عم بوصل المغتربين اوكي قد ما قدروا بعتوا، ونحن عم بصير بدك تسدي المحلات الاساسيه يعني واحد يقدر ياكل. طب في عالم عندها عائله مثلا، هو عم بيقول لك مثلا اجار اوضه يمكن مثلا 200 دولار ماشي بالشهر، ما بقى قادرين يدفعوا اجار الاوضه. طب عم يجي الاب عم يبكي انه احنا كيف بدنا نعمل؟ طب ساعدتيه اول شهر وثاني شهر وثالث شهر يعني، والمجموعات وفي كثير عالم اهل عم بيبعتوا بس انه قديش حيبعتوا، قديش فينا نضاين بهالمستوى طالما هن متاخرين. قربوا لي شوي علي لو سمحتوا، بدي اعزمك بالميكرو دكتور لعلي، لانه اليوم عندنا اتصالات عم تورد لحتى يساعدوا علي بهالحاله اللي موجود فيها. شو الاولويه؟ يعني اليوم شو بتطلب تحديدا للاشخاص اللي عم تتصل لتساعدك؟ شو اكثر شيء بحاجه له؟ هل هو مصروف شهري؟ هل هو طبابه؟ هل هو مركز رعايه؟ يعني شو؟ هلا اول شيء بتشكرك وبتشكر الجميع وبتشكر الام تي في. انا بحاجه ل انا وزوجتي ل بال 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 يعني بالاستشفاء بالمركز الاول انه نتعالج، والمركز الثاني انه كماده انه انا مقعد، مين بده كيف بدي اكل واشرب؟ عندي ادويه وهي عندها ادويه وانا عندي ادويه اعصاب، عندي ادويه كثير ما بجيبهم. تقريبا قد ايه بالشهر بحاج؟ انا ذو احتياجات خاصه بالاسبوع 250,000 احتياجات خاصه بالاسبوع بس. اذا قدرت اخذت رخص ورجعت، ما كلهم بجيبهم انا علي. اذا اخذت رخص ورجعت فتحت محلك؟ انا ما فتحت، ما كان عندي محل اصلا. تقدر ترجع هلا يعني بعدك انه عندك الفكره وارده عندي او صعبه عليك؟ صعبه هي، بس انا كنت عم حاول انه انا سوري ما بحب اطلع دائما لا على التلفزيون ولا على مع الناشطين او هيك، بس يعني الواحد لما بيختنق بيضطر انه يطلع، ما في حيله بايده. دمعتك يعني وجعتنا كلنا. ايه بس انه ما تجربي مثلا تجيبي سيره مثلا وزير الصحه مثلا والله ما ساعدك، لانه انا مثلا وحكيت وزير الصحه وبعثت له صوري فوقتها عمل لي بلوك. في ناس
تقول وزير الصحة الله يبارك فيه وما بعرف شو، فجأة بيجي اتصال لناس بتخصه أنا تكفلت بهيدا الإنسان. طيب ليش؟ طيب أنا ما مثلي مثله؟ طيب ليش؟ وزير الشؤون ما بيرد أخذ مني البطاقة مثلا، بستفاد منها شوي، بتحكم بفوت على مستشفى الحكومة. بس يعني بصراحة يعني في يعني خلي من واحد بيحكي الحق، ناصر عدرا مستشفى الحكومة ساعدني، وقف حدي فتنا ساعدني وبيعرف وضعي، ما فيني انكره. نعم. انا نعم، بس احنا اكيد رح بنكون عم نقوم باتصالاتنا تحت الهواء مع الوزراء المعنيين والوزارات المعنية يعني لحتى نحل، ولانه هيك قسم من المشاكل اللي عم بيعانوا منها المواطنين الموجودين معنا. هلأ معنا كمان الحجة ملك، بتتفضلي شوي لعندي لو سمحتي. يعني حالات إذا بدنا نقول لا تحصى ولا تعد عم نشوفها اليوم بطرابلس. من شكرا دكتور، شكرا. حاجة شو حالتك يعني؟ حالتي عادي بالصعي. تفضل بس الميكرو إذا بتريد تقربي شوي. عادي بالصعي. نعم. حالتي وعن معي ربو، معي ديسك بظهري، ما في غير الله. يوم بسري ربطة خبز باكل، يوم ما بسري بروح جيب الدواء مني أديرة. يعني مني أديرة أدفع أجار طريق لو أنه 1000 ليرة. حالتي بالمرة نزلت المي علي صفيت مثل برا قاضي، رحت دينت مصاري لجبت شادر حطيته علي على السطح من فوق. يعني حالتي بالويل، يعني ما في غير الله. توجهتي للجهات الرسمية، لوزارات معنية، للشؤون؟ لأنه اجوا كتير صوروني وحكوا معي كتير برمضان، يطلع يقول انت منك بحاجة. اوف، طيب مني بحاجة لوين جايين لعندي؟ انا ما معي لقمة، روحي على بيتي بتشوفي بيتي، بالصيفيه حريق وبالشتويه غريق. شكرا حاجه، يعني اهلا وسهلا فيك. تفضل دكتور، رح نجرب يعني ونتعاون معكم. نحن دكتور يحيى بدنا نتابع معك هالحالات كلها ونكون موجودين مع كل الاشخاص يلي بحاجه، بس هلا بدي اخذ بريك. اهلا وسهلا فيكم دانيال اطلس ويحيى الحسن، وقفوا منشور.